دول. مساء الفل يا بولا عسلية. بقول لك ايه، عايزك تجهز لي طقم ماركات من اللي بالك فيه، وهظبطك فلوس، اصل راح اقدم فرشة تمثيل. وانا كمان عايز طقم دمار. يلا ليه هتمثل انت كمان؟ لا يا حمار، انا رايح اقدم النهارده في حس المزيكا بتاعت استاذ عز، اصل زهيره وعدتني ان هي تظبطني معاه، بس بشرط يعني اديله الفلوس اللي هو عايزها. انت مش كنت كرهت الغنى وكرهت الحياه وعايز تنتحر والامل مات؟ لا ده كان زمان، اصل انا خلاص قابلت كراميلا النهارده والدنيا لعبت والامل صحي تاني. اخلص بقى وهات اللبس. بقول لك ايه، انا مش هديكوا حاجه بقى، ابعدوني بقى عن المشاكل وابعدوني عن وجع الدماغ وابعدوني عن العيشه المقرفه اللي انا عايش فيها. بقول لك ايه يا عم، انا اللي عايز انتحر دلوقتي. مالك يا بولا، في ايه؟ مفيش ايه، انت بتعيط يلا ولا ايه؟ مالك ده هشوم مرضيش ينزل وانا بلف في الشقه، معرفتش اخدها، وابو هيام وامها مصممين يفسخوا الخطوبه. انا مش فاهم الدنيا جايه عليا كده ليه؟ هو انا كنت عايز اشتري شقه ولا فيلا؟ دي حته خرابه لمي فيها انا وهيام. عارفين؟ أيام دي الحاجة الوحيدة اللي كانت هتحل عليها المر اللي أنا عايش فيه. حتى دي راح. خلاص يا بولا، خد دول. إيه دول؟ دي الفلوس اللي كنا رايحين ندفعها في الورش والحاجات دي، هات أنت بيهم الشقة. لا يا عم، الحاجات دي تخصكم أنتوا، مالكوش دعوة بيا، أنتوا أولى بيها. تخصنا ايه يا بولا؟ احنا اخوات يلا، في ايه؟ وبعدين انا عايزك يلا تتجوز وتفرح وتتبسط. امسك يا بولا. انا بحبكوا قوي. واحنا كمان يا بولا. يا ده عمرنا ما شفناك بتعيط يلا، فين بولا اللي بيهزر وضحكته بتملى الحاره؟ خلاص يا بولا. يلا فك كده، بس انا عايزك توعدني وعد واحد. امر. انا اللي هغني بفرحك. لا يا عم امسك فلوسك، مش عايز. ايه بهزر معاك؟ لا لا انا بتكلم بجد. بهزر معاك في ايه؟ انا ما بحبش هيام اصلا، مع السلامه. خلاص يا عم هغني بفرح شوقك. لا يا عم لا، انت عشان تراضيت لبسنا. البسك ده انت عيال كذب صح. امسك يا امسك يالا، افرح يا دي. بقول تعالى يا دي شوق. ممكن طب 200 جنيه يا اخي؟ يا اخي بس هي كام دول؟